بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات طبن إيا تضبع إلى آيات صدن إياكو سورة الحج ملك آيات ندن بيس وحي هاي من كان قفكي يظن أملين ألن ينصره الله نبي الله محمد إن ألا أقرقارين في الدنيا أدوية ولا خدت لبضبا فليمدد هاتاقو بسبب حرق إلى السماء السمد قرق أوتشوغ السمد هكو صحر أما السمد كوري ثم ليقضع حرقي هسو قوي وهيس عيكيو انتو حرقي قوي هيس عيكيو هيس مرتيو فليندور دباديد نهائيو مركو صحي سوغالو هل يذهبن إلو تكسيي وبابئي كيده حيال الداس ما يخيد وحي على قليل نبي قرقات كيسا وكذلك سداسا أنزلناه قرآن كأسودج آيات آيات حالوها بينات عضعض وأن الله ألنا يهدي وهن لمن يريد غفظا إن الذين آمنوا كوا مؤمنوا بي إيو الذين كوا هادوا يهودوا بي إيو الصابعين كوا فلاقدا إيو النصارى النصارى إيو المجوس كوا الدبك عابدا إيو الذين كوا أشركوا مشركوا بي إن الله سبحانه وتعالى يفصل وكل صار وكل حكومة بينهم لحظة يوم القيامة أو كي محقها يكي مبدلها يبادلها الكاسر وكل حكومة إن الله الله سبحانه وتعالى على كل شيء شيء لك كل شيء دك أقوي ذات كان أهل الدين تا وعشان مؤمنين تا هي يهود هي نصارى هي صابئة صابئة الدين أن تنصارى هاي بيوحكوا عابدان iya majusta kuwa dabka caabuda iyo mushrikiinta qiyamaha la kala xukumi maxaa loo kala xukumi mid waliba wuxuu mutayba la siino kuwa allah rumeyay ee muuminiintii jannada iga galaya kuwa kalan xagana lagu xareey way qiyamada loo kala adduunka nin waliba soo doono ha u noolaad xukunka qiyamu yaala sheekh baa dhigi jiray adeer madoni fun ha dimaun dimo iyo dhigi jiray ajeeb waa marka dadka ahlu diinta diinaha kala duwan leh adab marka fil waqti haadir waxa laga yaaba nasaarada qodob ka mid ah inay ina soo gasho saabiinta qodob ka mid ah inay ina soo gasho waa suuraga macnaheedu waxaan ka wada waayay inuu iska ilaalino shirkiga iyo waxa xun oo inuu xaq ku dhaqano quraanka kariimka aqaadana waa innal ladina kuwa aamanu mu'minu bay iyo walladina kuwa haadu yahoodo bay iyo saabiina kuwa saabiinta falaagada diin gaar ah haystaan iyo war nasaara kuwa nasaaradu ciise caabuda wal majusa kuwa majusa dabka caabuda iyo waladina kuwa ashraku mushrikoobay inallaha la yafsilu wa kala saari wa kala xukumi baynahum dhaxleeda yawm qiyamati qiyamaha yawmkiis inallaha allana ala kulli shay shay la kulli shahidu ki ogweeyo wax ka dusi ma jiro nin walba xukumkiisa buu allah marin alam tara nu ogaatay أن الله ألا يسجد إنه سجود له الله ما في السماوات السماء وحكو سغن وما في الأرض أرض وحكو سغن إيوه الشمس قرح ده والقمر ضيحة والنجوم حدقها والجبال بورها والشجر قيدها إيوه الدواب للصعد إيوه كثير إن بدن من الناس ذات كميده إنه ألم سجدان وكثير إن بدن وذاتك كميده حق وحكو واجب عليه دي شساء العذاب ومن يهين الله قفك الله إهانيه أود الله فما له مسؤول من مكرم وحشر فأشر في ملأ ما شو حالي لي الله وحاء السجود الصمد أرضه يوح كسر يا السجود الصمد أرضه ملائكتي يا أرضه ودوابتي يا جنكي يا إنسي يوحصل نبأ السجود الشمس يا قمرك يا نجومها سجارة وحلاه وشعر والعبدة إلى أن يسجد ما في سو ما في الأرض بيسوق ليه waa sigaar loogu sheegay waa la caabudaa buuruhu waa sidoo kale shay walibana sida cibaadadiisu tahay waa u gooni barma iyo tafayow dilalhu geeduhu waxay ku sujuudayaan hooskooda yaa wareeg oo lululkan ay lululayaan dabaysha lululay Allah isu sujuudayaan shimbiruhu dhawaaqana jeexjeexleeyeen Allah isu sujuud yaani Allah xukuma uu hoggaansamo sidoo doono xukuma way qof walba sujuudisu waa gooni dadka bani aadamka sujuudoodana waxa weeyu waa Allah ka baqidaya daacada يفود الله نجوي والسجود الله له سجود وعبادته دن بسجود ليلا ألم ترى ما أقاتي مرك دت فربنا يا السجودة كوا فلاجدة هراعم بالقولي فلاجدة سجود الله ديني شيطان با
يا وحيد مركو مقلب آية سجود دنو كله وان هو جيبود اللي هو جيجي بني آدم كمركي الأمر سجود سجود دنو جنة جلبود أنا مركي سجود اللي أمره يندي ذي النار بان جلبود سيدنا مساكو على علي ألم ترى ما أجاتي أو مكور هالشيء أن الله وجدي قلبك أهيد وين ما أجاتي وين أن الله قال له يسجد إنه سجود له قال له من في السماوات السماء وح كسر ومن في الأرض أو ملائكة يجينك يأنسك يحويانك يدوابته والشمس والقمر والنجوم يحدقون إني سجدان مؤقاتي سجارة قوة وحلوه الشيء والعبدة والجبار بورهن إني سجدان مؤقاتي شيء والبسجيدي سواسيدي الله وتقال الله حكمه وح الله حكم كيس كبحثني مجده يو شجر وقيده يو الدواب والسعطه وكثير إن بضنوا من الناس ذاتك كميده تدبنا قوة الله نقدقه وكثير إن بضن وذاتك كميده حق وحق واجب عليه دوش يسأل عذابك واجبه هل كان دم النور ومن يهين الله وفك ألا إهانيه الدليه فما له مسوى من مكرم وحشر فيه وفك ألا إهانيه وقفك قالك قفك عاصق فاسق وإهانيثين حق ألا ومهين فروح شرف سينك لا يمجره وأن الله بلك قفك ألا إهانيه عيد شرف سينك توارثه ذات سيد لا كور من ظالمه مفسدة سيد هذات لا كور أما مضنة تلاهده أما أدن كتو كور وخطر إسكا إلالي إن أدتك نوع عصر حرميسو إسكا إلالي وين يعني هدات كبقيسو حبلتك ميشو شوقب هتين ومن يهين الله وفك ألا دليه فما له مسؤولا من مكرم وحكرامي إن الله سبحانه وتعالى يفعل وحفلا ما يشاء وحضون يوفلا علي بن أبي طالب وحف مغلي نين مشي هذا كهل إلهي مشي إليه ملل وير علي وعيد ورياكو أبو المصاد دون تالو أبو المسيد الله دون سيد الله دون لي أبو ريبوز مسيد الله دون أبو كوتا مسيد دون تو مسيد الله دون مسيد الله دون أدو فيوباتا مسيد دون تو مسيد الله دون هذا نصار ليه لين ماذا حكاشر إلى أبوه أدك الآية دون وآية السجدة حديث عن صحيح حهم بأو الشيغية لبس سجودات با سورة الحج لقو فضلي عمر بن الخطاب نوحي لأن كان لبدا سجود سجودين يون أغرين سجود التلاو سجود التلاو هنا وصلنا واجب ما مركز سجود لما بقى صورة آخر كذا علم ده حينه سجدة معها تعدي القدر الشني يتمن يتصاد هذه القدر اللي حي تبى سجدين نغن مركز تعدم بقى وصلاة بالله الله يا آية سجدة معها ليه تصادنا وشكر بقى سجودين النبي الله أيوب شكر بقى سجودين واحد الله وحليه هذا أن اللي بضعس خصمان اللي بده ذي سوي اختصموا وحيكدوا ذا في ربهم ربهم وار الله الله راعي الراعي بيكدوا ذا فالذين كوا كفروا قالوا ذي قدعد وحالله شري وادنر كان فصلات ذوي وادقرر والله فصلي لهم يجا سيام النار ومن نار النار يصبوا وحالله شب من فوق رؤوسهم ماذا حوالد دوشي سأل حميم بيأكلوا يسهروا وحالله دلالين به بيأكلوا ما في بدون ما على شهود كثيرة يقول جلود هركها ولا هم حاوسون هذي الله وحليه هذا لخصمان أيضا سبب نزول كذا وحها بالين في بدر يا وح صباحي عطب هي الشيبة إبناء طبيعة عطب هي الشيبة هي ويلكي وليد بن عقبة وأنا مرهب بن أمية يا صباحي يا نص صباحي ده عليه قل أنصار أتري أنا قاعدين بحينا إذن كإذن مرة بني إذنك طلق يهانو يجمعهم حمزة بن عبد المطالب هي علي بن أبي طالب بن عبد المطالب هي عبيدة بن الحارث بن عبد المطالب سدح لا صباح ذي سدح ذو وحي لا سدح ذو وحي مسؤول كيهين الله أبي يدو ذيان سدح ذو الله يكتشور سيدان سدح ذي بنفتي كقاري وقودي أبو سفيان قبي أبه ذي أذيرك ذي ولالك ذي ولا ديلو وكما لنتي يحد حمزة أي بيركيس على لسي إليق كري ويدوان مركا آياد السبب نزول كساها آده عدك السؤال الله أدودي عدك السؤال شر أدودي يبادل أدودي واسد ونقلون وحاو باهي سوي ناطي جنة أبدودي أنا قوحا ليه أبوري ذاتك جبارين توحيو قبضا أنا وحا ليه أبوري ذاتك مساكين توهم مؤمنين تا يالي بضوط جنة قرتي كيش الله كان حكومي أدوكو نارتي دي باتاي عدة العقاب وكوكوتا لقالي أن الجنة دي باتاي عدة النحرزة وكوكوتا لقالي مركا لبكا استوى حر يبادي له الدو ديسة واسدا سبنزول كساسو أهلاك مركا سيدين لو قالي
وحلوج اللي نار وحلوته لي نار أه سراويل نار هلوته لي دشنا وحلق قش وبيأكلون وحعلاش هذا كشر دلالبة فقد دعا معاهم هذا نبي من مهيان الله عليه هذاني لبضني وكبعد الكودوري كشر كودوري هذا النجب هو ندح شوقة أقوم النجب هو ندح شوقة وحاضر كل ما مر ما يسوع مد بس يودوري يا الأركيسة هذاني لبضني خصماني لبا مر ما يسوي وها هذاني تثنى الله قدي وصدح يصدح وفرق فريق يفرق هذاني لبضا فرقه خصماني لبدوري وي اختصموا حيكدوا ده في ربهم رب جود التوحيد كيس يجريتان كيس يو يكدوا ده فالذين كوا كفروا قالوا بي ودعوا الله شاري اللهم يجا ثيابوا نار من نار والله فصيل قرآن يصبوا حلقوش بمفوق الرؤوسهم مدحوا ده دشيس الحميم وبيكلوا يسروا لغونا العالين به بيها ما في بدون وعلوش هذا كتنا يولد يولد هركو هذا با هذا نرد من مهيان ولو محاوسونا لكو أهل النار كا مقامعو بودد أما كضمه ومن حديد برع كلما أرادوا مركز صيد دونان أن يخرجوا إني كبحان منها النار من غم هور دتي أي هورين يعيدوا فيها والوعل ويقال لهم حلوده الذقور ددمية عذاب الحريق عذاب كان وحقوبة ددمية لهم dibaatada haysta waxa weeye naarta inay ka soo baxan markay doon naad hoose ka soo kare afka kor markay jooga madax laga la dhixi bir bir kuduma bir burka ma taqaan bud bir madax laga la dhixi waxay la soo kare oo u bax dooni waa huurkii way cabursan yihiin oo meel ka neefsadaan meel kale midna male waa ciqaab adag weyn allah yu niga nabad gel walahum hausuna ad maqami budad oo min hadid bir ah kullama araadu marka soo i doona ay xuju inay ka baxaan minha xageeda من غم هور درتي ويعيدوا فيها والوعل ويقال لهم حلوده ذوقوا ندمية عذاب الحريق عذاب في وحقوبية ندمية مؤمنين في دور مكة كوي أيان كدرنا وكوا والسكوت دبا شيغايو ويسبر بريالين خير كي يشارك والسكوت شيغا إن الله الله سبحانه وتعالى يدخل وحوق ليا الذين كوي آمنوا مؤمنوا بي وعملوا عمل فلأصالحات عمل وناكسا جنات جنوي ينبوق ليا تجري أي صعوبة من تحت هوس هذا الأنهار الوارية يحلونه وحلقو قرحية أو لقشر حلود ووحيها لقشر اللي سكو قرحية وهي فيها جنة الدحذة من أثاورة شن حريه قوي ما لها كحدار ومن ذهب ذهبة يقول له جوهر تلول علينا واللي باسهم نركضنا فيها جنة الدحذة الحرير وهي وحيدان وحرير الدون كنيك حرير كحدار قيامها جنة بها قال حرير حين ماي الدنيا الذهب نكي استعماله واسدوك له وليش الذهب كان الله ما يستعماله مركا الله سبحانه وتعالى المؤمنين تهير كاسريه واحد جنده الأوقة لإيش إيمان يعمل صالح وين جنده إسكا شيئا سماها أنيقى أهل الجنة أماها ليس كما آمنوا إيمان يعمل صالح مركا هيسو عمل كاغو هوير هذا هدو دونيه جنده وادقلي هو بالوي أدخل دمته والأعمال على الخواتم بالي وهذا أدخل دمته قفكم مركا wuxuu u badan yahay arabkiisii afkiisii u badan yahay ku dhiman inta aad noo shahada la ilaha illallah ku wardiday ya subhanallah ya alhamdulillah ya allah wallahu baa inaad sidaa ku dhiman ilaahay ku dulmiin maay inta aad noo shahada taa ku dhaqanto inna allah alle yudkhilu wuxuu galiya alladina kuwa amanu mu'minu bi wa amilu amal fala salihat amal wanaksan jannatin jannoyin tajri ay su'atu min tahti ashariha wa qusur wa qusuriha geedaheeda yadaareeda hoostooda alan har waadiya waadiyalka dhow waadi oo kamida ya suuratu maxamed lagu sheegay waadi caanihi waadi malabihi waadi khamriya boqolal waadi ba socota meesha umad ba waxa doonta yuhallawna waxa lagu qurxin oo qalab ahaan lagu qurxin fiyaha jannada dhexdeeda mina saawira jinxiriyal jinxiriyal ma taqana tugaagada ayaa weyn ku gashan jiray waagii hore anaba yari baan garan hada wal iska daayay oo min dahabin dahaba yawlulan lulka jawharta واللباسهم نركوضون فيها جنة اللحظة هذا حريرهم هاي مركة تاوح يرنقاء لقوليه هاي وكلمه وهدوه مؤمنين توحالوها نونيي إلى الطيبي وحونا أكثر من القول هذا له وهدوه وحالوها نونيي إلى صراط الحميد جدكي مهتنا الله حميد جدكي سيبالوها نونيي قول ما يبالوها نونيي لا إله إلا الله محمد رسول الله بأوه الرئيس قول وانا أكثر بالوها نونيي قرآن كاكمله قول وانا أكثر بالوها قرآن كاكمله قرآن إلهي قول وانا أكسن بكوا فتيه لا إله إلا الله محمد رسول الله وردك عن كدكتو
tasbiixdi waxa la wixii wanaagsan oo dhan marka maxaad gali sid wanaagsan baad gali adduunka marka aad joogto sid fiican baad haysaa oo alle jidkiisa baad haysaa qiyaamahana jannada guriyaha aad ku leedahay cidba ku tusimaysaa adiga sidii meel aad weliga joogto kale kuna wax cidoo ku tusimaal jidkii baa lagu hanuuninay wudu waxa lagu hanuuniyay ila tayyib qawl wanaagsan ila tayyib wax wanaagsan oo min al qawl la ilaaha illa allah محمد الرسول الله والقرآن الكريم والتسبيح وهدوء حلوهنوني إلى سرادي الحميد الله حميدة تدك سوى الوهنوني إن الذين كوا كفروا قالوا بي ويسدون كهر جوك سديدات على سبيل الله ألا ودديس يو المسجد الحرام مسجد في حرمضة الها الذي مسجد جعلناه عن أيالي للناس داتك إن عمل كفلان وحجيان عن أيالي سواء حلائس كميدهين العاكف كان نجي فيه أو مكدجا يقول بعديك الدبده كيمن ومن يريد خفك لضعنا فيه مسجد غير بالحاد لا حشاء حقك الله بظلم مع ظلم ظلم معي نزغ وحن الدنسين من عذاب العذاب لي من أخل مسجد الحرام أول بيت مضع للناس للذي بفكه وما تلا دسي مرك إبراهيم إنه دسي ما يسأل إنه شيء وحي علماء وبنات هاي النبي آدم بعد دسي ملائكة مر دسي marka duufaankii markii uu dhulka waxayay isaga korba looga qaaday meeshan ay Makkah ku taalo waa buuraley Makkah laakiin meeshan Kacbada ku taalo duufaankii korba looga qaadalay marka masjidka qofka ku nagi oo degan Makkah iyo qofka dibadii ka yimid waa isugu mid ma kala xiga meesha waxa laga soo qaatay waliya waxay dhahayeen Makkah daareed iyo guriyeeda laba kala leh guriga doontaad gali kartaa bay dhahayeen marka khilaafku wuxuu ku dhisan yahay qolyo waxa cunfi baa lagu qabsaday qolyada heshiis hadii la heshiis baa lagu qabsaday guriyada wala kala leeyahay hadii cunfi lagu qabsaday lama kala labo macnuhu noqon laakiin waxa ku tusay in la kala leeyahay Usama bin Zayd xibbu rasuulillaah baa idiyaa rasuulillaah ba gurigaagi ma ka ku yeelay baa dag marka suul aqil miyuu ino rabaa aqil bin Abi Talib wax guriyo ino reebay ba ma jiray guriyo dhaw wada gartay oo isticmaalay marka wala kala leeyahay guriyaha makaan laakiin masjidka korka imaatinka iyo ka jooga waa isku mid oo laba kale cid cid u diidi ka tamalwayn marka kuwa u diiday baa la yiri masjidka xurmada iyo jidka alle waxa weeye dhibaatadaas ay gaari doonto way xumaan doon marka maalintii ka soo qaad Hudaybiyah Nabii Ilaah Muhammad intu Hudaybiyah yimid ay u diideen oo heshiiskii lagu galay inay sanadkan dambe soo noqdaan iyagoon hub wadani hubkoodu u galka ku jiro saddex bab loo ka dibna ayna joogay bidda kala dadka taga Makkah way u diidi jireen inta la qabsanin Makkah kuwaas waa kuwa ayaa daradayaal way hada qudheeda ilhaad qofkii la yimaada waa ajeeb way ilhaad niki masjidka la yimaada waa ilhaad way innal ladina kuwa ilhaad ka intaan ognahay bari baa nin ya masjidka galay oo yidhi mahdigi baanahay waxa riyo uu riyooday gabadh baa waxay ku riyootay mahdigi oo guursaday iyo ku riyooday ninkii baa guursaday maadigi baa leeyahay ka galay ee imaamkii dad badan laayay waa laga saari kari waay faransiiska inta loogu yeeray ya masjidka biyo lagu furay biyo kul lagu furay saasa laga saari way ilhaad buu ahaa ee waayo hore oo lala tageen uu jiray ee Xajarul Aswad kuwa shiiciyi ay la tageen qaramadada la yiraa 20 sano markay la maqlay inuu soo celiyay hada Xajarul Aswad isku ma yaalo waa 8 xabo oo yar yar oo aan badnayn sideed xabo qururada yar bay halkaas oo kale ku jiraan markii ilhaadku waa khatar weyn inna ladina kuwa kafaru gaalobay wiyasuduna ka hor joogsaday an sabilillahi alla wadadi sadadka iyo wal masjidil haram masjidka xurmada leh alladi masjidki jacalnaahu aan u yeelay linaasi dadka sawaan xalay u siban yihiin alcaakifu ka ku nagi fiihi dhexdiisi wal baadika kori khimaatika wamin yurid qofkii la doono fiihi masjidka dhexdii bilxaadin madax adeyg بظلم مع ظلم ظلم معي لذخوان الذين من عذاب عذاب أليم نأكل ده مركز مسجد كتكتو هاد مكتش يكتو كمانكم أسكار سلا وسعت وحكى لك حاجي هل كان مر بوكدي كتابر ما ينو فرت كتاب تيلا حاجي هل كان مر حاجي سلا يل وكت المام ينكلي وحصا كتاب أنا مشر وإذ بوأنا إذ وقت حس بوأنا أن أعضينا أن توصل لإبراهيم مكان البيت بيت كميش وكياله aanu u nidi la tusirka u sharigeelin bi aniga shay ashay baytka dhisidiisa cid aan aniga ahayn ha u dhisin dadkii wa tahir tahir bayti gurigeyga la taayfiina
كوة ضوافية يو القائمين كوة تاغن وتكنية يو الركع السجودي كوة الركع سنة السجود سنصدح دي أركانات سنصدح دي ركولية صلاة أوينين يالله سيد نبي الله إبراهيم مركو مكة تغي مركا وفو الدوني إنو هلو علامته كعبة كتاله حجر إسماعيل ماله أردن تفيا مروة إنو ماله هلو الدوني walla adeyo shimbir ba otimid balay shimbir ba la soo diro meel walba tustay balay marka waxa lagu yidhi ibraahim baytka dhiso waxaan magacayga ahin kuma dhisi kartid balay baytka dhis magacaygu ku dhis balay shirka ilaad inaga hadda hadii bay leeyahay qabiil ba loo dhisay qabiil magac lagu dhiso khatar ma masjid yaa qabiil magac lagu dhisay sheebal ba masjid ka dhistay hadda haday ula jeedaan in dadko dhani ku tukado waxba dib male laakiin in la yiraahdo sheebal ba kaliyood masjid kale لما أقوله وهي صدى لما أقوله وهي الله حليه وإذ وقت حس بوأنا أن أعطيني وهي لإبراهيم إبراهيم كان البيت كعبدا ما يشي كتاله وحانو كن إذا الله تشركها لو ذا جيني بي أنيقا شاء شيء نمركات بيت خلصيسو والظهير ظهير بيتي بيت كيغا ظهير وشركي غي أصنامتك الظهير للضائفين كوة دوافة يو كوة ريغي يو القائمين كوة تاغن وصلاة دو تاغن والركع كوة ركوع سن وصلاة ركوع سن السجود السجود سن صدح ركن الصلاة كمذا الله شايف وأذن دواق بالي في الناس مركز مسجد كديك بالحج كل دواق يتوك ويكون إيمانا يعني خجالك ولك تكون صعدة يو على كل ضامر تبقى له على كل جيد وجيلة يتينا وحي كائما من كل فج ودك سعمير قن أفق نبي الله إبراهيم مركي كعبدة ودسي وبيت كيدسي دواق بالي أو كل دواق مركز سوري يا ربي هذا الكل مال مجاري adugu dhawaaq aniga gaarsiin yaa lagid ayuha naas bayd baa leedin dhisay u soo xajiya marka dadkii dhabarka ku jiray iyo dadkii urta ku jiray iyo dadka dib u dhalan doona ila qiyaame way wada maqleen baa leedin ila ruux jeedii baa joogtay way wada maqleen marka qofkii hal mar jawaabo labbay ka laa ma labbay ka yiri mar bu soo xaji laba goor qofkii jawaabay laba goor bu soo xaji sidaas oo kale marka waa la maqleen marka waxay ka imanayaan lugna way ku iman geel ay fuushan yihiin way ku iman haye haddii baabur baa lagu tagaa marka badii laba sheegina awr culimada waxay dhamaadaan aan badii la sheegin badda in xajka loo talaabo sharci ma huma banaana waa loo talaabiyo markii jiida la tago marka saan qiyaasta saan isleeyahay 70 km bay xagga bariga ka jirta ama xagga waqooyiga waa labada mid oo aad iguma kala cada ya xagga 70 km bay ka jirta deeq marku bad soo talaabo soo lugayn maay oo lugayna magaadid bufooli كل ولا سواد حشيوه الله وحليه وأذن نواق في الناس ذاتك بالحج حجك كل نواق يأتوك ويكون رجالا حالين لك الصعدان وعلى كل ضامر نف بقلالا وصعد صعد كده بكل جيب يكون قائما يأتينا وحكما من كل فج وذكى سعميق نفق محاضرتك أقول نواق ليشهدوا إني سوا حاضرا منافع منفع الله مسكناتي ويذكر اسم الله ألا ما عيسى الحسن في أيام معلمه معلومات لا يقانه في أيام معلومات على ما رزقهم على ذبح ما رزقهم الله ألا وحكوا أرزاق جور عيسى ومن بهيمة الأنعام النعم ولد أو حب جرنا إننا فكلوا كعلى منها حق هذا وأطعموا البائسة أفكر دباتي سنقودية الفقير الفقير كه الله وحولي هاي حتك كل نواق هاي ما داني ما حتك الله إمام منفع ميسي اللي جهل والقول عبادي سن حوله بالقول قلن daacadi oo dhan baa la la iman tijaarad ka heli waxa laga wax badan in la ka heeso ya suragal oo khayraad oo nicmo oo had ku nicmaysato yaad ka heli anu kutub baan ka soo helay bariga kutub fara badan yaa ka soo qaad aad baan uga faa'iiday waa xadiisa ama wax kale ahay marka macnaha liyashadu manaafic allah manfacooyin badan bay heli daacadi bay gudan waajibkii bay gudan xoolihii bay ku qalan way ku raaxaysan زمزم كيبي عبي وأحمل بوكيلي ويذكر اسم الله في أيام معلومات أيام توحي أبضان تهويسكو خلاف سيهين طبانكا يصدح لها كدام بيسك كوية طمال الله بيت وصدق وأيامها دي حجك الليلة بالنسة شديدة دي يوم ترويها من زلفة لتقو بالنسة سقالاتك وحالك يوغا عرفو هبينك طبانكا لغسور دي المن من زلفة أروتي بالقنان جمرة العقبة دواء مركز نبيك انت ولي دوافك ونصمين يوحق ورعي وحالت وحالتي كعبدي والله دوافي صفية مرمى والله حين خلص ولا حلال صدق ما المرض زمان جمرة العقبة الله قال الله مركب حليه سبحانه وتعالى ما حد كذبك اللوجو يدي ليشهدوا إن يمادان وحاضران منافع من فعوين الله مستغناتي ويذكر اسم الله ألا مجيء عيسى الحصان في أيام معلمه
معلومات اللي يقانوا طبنات كي يصدح لكذا بيسان ما رزقهم وحو كوارزاقي قول عيسى يمقع على الله حسان ومين بهين مثل نعم النعمه ليده بهي مدد بهيمة يعني عقل ملح فكلوا عنا منها حق هذا واضعهم البائسة قف كالدبات هي سنقوذية الفقيرة فكلوا ذاس علماء قال كيد الحيدهين وضحي هذا اللبع عنه وهل عني وضحي هذا قيب كعن وانا سنة واجب معها كل ملك وضحي هذا وحكا عن لقولي هاي سنة وهي واجب معها نبي الله محمد قيلي اللي قول عفر ربنا هل والبا إنك سو قويين بركاسا هل والبا إلا قسو قويون لكريين يومار خينا عبي هل بكينا الدلمي يده وحي الله أقع الفيد الدمي marka waa sunna udhiyada in la cunay marka ma fiicna aadan la dhaminin ma fiicna sunnada soo raac way sumal yaqdu markay sa yeelan oo gowracaan oo xajkii dhamaado xajkii yaani qaybti dambe u dhinay sumal yaqdu ha ufsadeen tafassahum amal koodi hadhamaysteen wal yufuha fi nuduruhum qofkii in wax gowracaan nadari wal yatawafu hada wafeen bil bayt al atiq bayt ka gabobay atiq wa wahri away al atiq بيت خريسن كو وايريو واخ جبارهم ما كقبسن كراي ما جيرو وا لغه خريي وس ملك سيدا ييلان او غورعان ثم يقضوا حد ما يسترين تفسهم عمل كودي وليفوها في نذورهم نذر كودي ها في وخي نذر نكي لو لها وليطوفوا حطواف بالبيت العتيق بيت كيف عنا شرفت لها ذلك الامر ذلك حاله واسدا حاله سيدا وين ومن يعظم قفكي وينيه او حرمه يحرمات الله الله وحو حرام يالي فهو كاسا خير له وخير بدن عند ربه ربك يسن ووحلت ولو حلالي لكم إذك ألا نعام النعمليه إلا ما شيء ما يتلع عليكم لذي كد الأغري الميتة والدم واللحم الخنزير فاجتنبوا كالديرانا الرجل سقونكم من الأوثان وصنيالك سلميالك واجتنبوا كالديران قول الزوري هذا الكبانتا باشا إنكو علين حرماتك الله فصير بيلاده alla wuxuu xaramay qofkii weyneeyo oo iska ilaaliyo way alla wuxuu xurmeeyay qofkii weyneeyo oo kaacabada iyo makkah kamid yihiin qofkii weyneeyo way marka macseeda qudheed uu soo galiyo alla wuxuu u xaramay qofkii weyneeyo xaq buu ku taagan yahay marka waxaynu ku deyneyna wixii alla xurmeeyo oo sharaf u yeelay qofkii weyneeyay inuu ku deyneyna insha Allah dalika al amru dalika horta xaaladu waa sida la idin sheegay ومن يعظم قفكي وين حرمات الله إلهي وحيابه حرميه وينيه فهو تعظيم كاسا خير له قفك أخير بدل عند ربي ربي قلت أكتس وحلد والدين حلالي لكم إذن الأنعام النعم وليد قيل إيا الله ذي أرغى إلا ما شيم يجتلى عليكم لقد الأغرية الميتة والدم وما هو للغير الله فاجتنبوا كالدراء أرهي سقونكم من الأوصان السلام يالك برقي قرآن كسود دقي السلام باتر إلا عابده كالدراء ذي aslaamti oo kale meeshan inagana way ino joogta bilmata laato oo kale meel nin wanaagsan oo u joogi jiray bay ahayd min wanaagsan meel u joogi jiray rajul iyo lulsu sadiqa sawiqo dadka u qoyn jiray wuxuu dhaxay ee meesha la yiraahdo ee Taif iyo Makkah u dhaxay waa meel ka marka meeshi baa la barakay soo guri laga dhisay waa meesha ay nidaada wadaad ba ka daahiray waa la mid cuza waxay ahayd meel geed weyn oo guriyo ku agdhisan yihiin oo islaani joogto islaan muriidad ka tahay oo loo khidmay siyaarada halka loogu keeno Khalid bin Walid ba gowracay waa sanam ee laatiy cuza waxay ahaayeen marka sanamti hadana sheekh way joogaa fajanibu ritsa min al-awsan wajanibu qawla zuur hadal beenaad waa dambi weyn hadal beenaad inaad hadal beena been abuur bil metel marxaati oo kale been inaad ku furto waa dhibaato weyn xunafaa xaalaat wajanibu daas yaa laga xaalay fajanibu ka dheerada xunafaa xaalaatiin لله الله او ضاعدادتين حنفاء حالات عابدان لله او خير كان راعدان شر كان كدراتان غير مشركين مشركين غير كود حالات بي الله شريك يلي وما يشرك بالله قفكي الله شريك يلا فكانما خر وايسا وكسو دعي من السماء سمدا فتخدفه اي عني الضير شمبرت او تهوي اي كتور به الريح دبيشو في مكان مكان صحيح رفه qof alle u shariigiyay wuxuu la mid yahay meesha uu taagan yahay qof samada ka soo dhacay wuxuu heelin ma jiro wax wax u tari kara ma jiro dhulku ku soo dhic shimbir saacuni isagoo meesha shimbir saacuni ama qof dabayle intay toortay meel fa ku toortay mamciin buulay qofkaasi mushriq waa sidaas oo kale hunafaa xaalatihin kuwa adee calillaahi allah adeeca sanamka ka dheerada geyra mushrikiina kuwa u shariigiyay geyrka xaalatihin bihi allah wama yushriku billahi qofkii allah u shariigiyay فكأنما خر وعيسى وكسر دعي من السماء سمدا
فتخدفه أي لضفيس شمرته أي عنيسه أو تهوي أي كتور بيس الريح دبيشه في مكان مكان صحيح نفسه شركه عجيب إسكالان إن الشرك قبرنا سوما ولا سبحانه وتعالى.